ختام محطتنا الصباحية مشاهدينا رح نحكي أكثر عن الجمعيات الخيرية والتطوعية والمؤسسات يلي ظهرت بكارثة الزلزال وأيضا بغيره من الأزمات. شفنا قديش كانت المساعدات كميتها كثير كبيرة منهم، إن كانت مادية معنوية إن كانت إغاثية طبية، لكن بالمقابل كمان شفنا في مؤسسات اعتنت بالدعم النفسي والاجتماعي للأطفال يلي تضرروا نفسيا من كارثة الزلزال من خلال أنشطة يا رشا كثير عديدة إن كانت فنية أو رياضية رح نتعرف عليها اليوم. أكيد هايدي، مثل ما قلت اليوم كانت المبادرات الإنسانية، خلينا نقول حتى لو كانت غذائية، كان عم يرافقها المبادرات النفسية. ودائما نحن بنقول قبل الكارثة وقبل الحرب نحن بنعرف إنه الموسيقى هي غذاء الروح. نحن أي حدا فينا وقت بتضايق بيسمع أغنية ممكن يروق فيها يعني أكيد. فكيف نحن ضمن هي الكارثة كان في عنا مبادرة كانت يعني خلينا نقول فريدة ومتميزة من نوعها، وخاصة وقت بيكون الكادر حدا متميز، وهي مبادرة لفرقة صونا يلي اشتغلت على الدعم النفسي عن طريق الموسيقى. ضيوفنا لليوم هي صونا سلكرجيان وهي مؤسس فريق صونا الغنائية، وأيضا السيد بدي أقول لك أول شيء مرحبا، أهلا وسهلا فيك. وأيضا معنا السيد أوهانيس شهريان وهو منسق المبادرة. يسعد صباحكم، إن شاء الله أن الأسماء صح. بداية نبلش معك أستاذة صونا، خبرينا حضرتك مؤسسة الفرقة أمت بلشتوا، شو كانت آلية عملكم من الكارثة الزلزال لهذا الوقت؟ هي أنا الفرقة بلشنا بأزمة الحرب بصراحة قبل 8 سنين 2016 تقريبا، بس تمرينا وصلنا لكارثة الزلزال كمان. كانت الفرقة من 10 أشخاص، هلأ صارت 22 شخص. هي مسرحية غنائية راقصة بغني للأطفال. حضرتك بتغني؟ أنا اللي بغني ومعك كورال؟ معي فرقة، لا ما في كورال، فرقة موسيقية عازفين؟ لا هن كاركترات يعني كلبي صغير المهرج. حلو، هدول الكاركتر للأطفال يمكن عم ينبسطوا فيهم أنسرتات وفيديوهات لحضرتكم. قديش بتطلع الأطفال من الحالة النفسية اللي هنن فيها هلأ بالمراكز؟ أكيد أنا وقت الزلزال أنا كمان اكتئبت كتير، أنا كأم خفت على أولادي، شفت رعب بعيونهم. بعد يومين انتبهت انه بالسوشيال ميديا كل العالم عم بيساعدوا لبعضهم، بلشت المتطوعين عم بيشتغلوا كثير. انا فكرت انه انا شو بقدر اقدم للاطفال كمغنيه، كصفاتي مغنيه للاطفال فيني اقدم شيء معنوي. قد ما الناس محتاجين لاشغال ماديه بس الاطفال لازم محتاجين اكثر دعم نفسي معنوي اكثر. وبس مو لهم، انا باخذ الالهام من الاطفال. صحيح بتفيق جواتي الطفل. كلياتنا عندنا اطفال داخلنا، يمكن هيك بلحظه بترجع بتحيا، كان بذكرياتنا كان باي شيء ممكن يصير قدامنا. نحن قلت لك هايدي انه قد ايه بفرح هدول الاطفال. نحن يعني بهدول الاعمار وقت بنشوف كاركترات هيك بوبا نويل بتلاقي في هيك فرحه صارت بقلوبنا، خاصه ضمن السنوات اللي مضت. خلينا ننتقل لعند حضرتك ونحكي اليوم عن الاليه اللي اليوم حضرتكم اتبعتوها ضمن هي المبادره، يعني هل كان في تنسيق او اشتغلتوا على الحب؟ خلينا نقول هلا اكيد قدمنا بكل حب كل شيء قدمناه لهلا، ولكن اكيد كان في تنسيق ورصد لحالات الاطفال. ما كنا عم نروح لاي مركز بشكل اعتباطي. اول مبادره صارت انه كنت متواجد بمركز ايواء معين، وزعنا هدايا للاطفال، فشفت كيف الطفله عم تحاول تعبر عن الزلزال، شعورها بالزلزال عن طريق الرسم. فصدفة حلوة كانت انه هي صونا تواصلت معي انه انا حابة اقدم شيء للاطفال. وتمينا هيك بمراكز متلاحقة يعني بحيث انه نحن نرصد حالات الاطفال الموجودة، سواء عندهم حالات نفسية خاصة، ذوي احتياجات، اعاقات جسدية، بحيث نحن نروح للمركز اللي فيها اطفال فعلا بحاجة لهالدعم. كل الاطفال محتاجين، ولكن هالاطفال هن بدهم رعاية خاصة، رعاية نفسية خاصة. واللي صادفنا انه بلشنا نشوف الاهالي عم تتفاعل معنا اكثر من الاطفال حتى. هاي النقطة يعني. في اغاني معروفة لألون، والهدف الاهم انه نحن نعود الاطفال انه هذا المركز الايواء هو مدرسة بالاخير، يعني نحن رح يجي يوم رح نرجع للمدرسة، فالاغاني اغلبها كانت عم تكون اغاني تعليمية تربوية بحيث انهم يضلوا بجو المدرسة. وشفنا انه هن قد ايه عم يتفاعلوا مع صونا بموضوع انه هن بيشوفوها كانوا على المسرح.
هلا صاروا يشوفوها معهم، عم تنقص معهم الكاركترات معهم، والاهم انه عم يشوفوا شخصيه هن بيعرفوها ما عم تخاف، لساتها عم تغني، لساتها عم ترقص، لساتها عم تقدم، فهذا الشيء اكيد كان بكل حب و تنسيق مباشر. هذا المهم استمرار العطاء. صحيح. اكيد. يعني هلا هون بدي اسال حضرتك يا سونا، انت مؤسسه الفرقه وبنفس الوقت كنت مشاركه بتقديم الدعم، شفنا من خلال مقاطع فيديو عديده حضرتك عم تغني للاطفال، خبرينا اكثر كيف كان التفاعل مع الاطفال، هل الاطفال فعلا استجابوا للمبادره؟ انا ما كنت عم بتوقع انه اشوفهم البسمه على وجوههم، بس كثير استغربت لما طلعت بلشوا يضحكوا، يطلعوا عندي يرقصوا معي، تفاعلهم بجنن كانت، وانا اخذت منهم طاقه ايجابيه اكثر من اليوم. وقت بدنا نقدم شيء ومنشوف نحن انه اليوم عم ترجع لنا بشكل ايجابي، هذا الشيء بيزيد عنا كميه التحفيز للعمل. ودائما نحن عم نشتغل بالامكانيات المتاحه. قبل ما نكفي حديثنا كنا هيك عم نحكي قبل الهواء انه اليوم انت رحتي للاغاني اللي بتخص الاطفال واللي هنن عم تهيئهم للعوده للمدرسه. قلتي لي هيك مقطع، اذا في مجال هيك نسمعه من حضرتك. يعني هلا للمدرسه في عندي غنيه يا مدرستي، يعني انا بدي تكوني شيء مرتاحه. يعني يا مدرستي وين اولادك، قولي لهم تعوا، هجروا ساحاتك وبوابك خليه يرجعوا. يا مدرستي وين ولادك، قولي لهم تعوا، هجروا ساحاتك وبوابك خليه يرجعوا. انا طفل وحقي يتعلم، انا عمري معي، حقي يكبر عيش واحلم ويكونوا معي، خليه يرجعوا. حق اليوم يرجعوا، حق يعيشوا هذا الحلم يلي خلينا نقول قطعوا مرحلة، ولكن أكيد الحلم بقية مثل ما بنقول. يعني ننتقل للمراكز الإيواء اليوم، حضرتكم إقامتكم الأساسية وين؟ أنا من حلب بس عم بدور على المحافظات كمان. شو المراكز اللي كنتوا متواجدين فيها اليوم؟ هلا اليوم عندي كمان كيان إذا الله راد بدي أروح. امبارحة كنت بدار الأيتام أمان بحلب، كذا مراكز درت بسليمان حلبي ودار الأرض المقدسة. بس متواجدين بحلب ولا رحتوا على محافظات تانية؟ رحت على محافظات، حتى طلعت على لبنان كمان قدر إمكاني، وين ما بقدر أوصل للبلاد عم بنبسط كتير، مبسوطة بهالشي أنا. أكيد. قبل ما نكفي حديثنا ونحن مبسوطين اليوم بوجودكم معنا وبكمية الحب والعطاء اللي عم تقدموه، خلونا نروح لكليب ونشوفك أهم أعمالكم ضمن المناطق المنكوبة. بدنا نرجع لعند حضرتك أهانيس شهريان منسق الفرقة، خبرنا أكثر اليوم، يعني فينا نقول الخطط المستقبلية لكم للفرقة شو كانت، شو هي الخطة لقدام؟ هلا أكيد صنعة تقدر تحكي عن مشاريع الفرقة، ولكن نحن نعرف أنه كارثة الزلزال أزمة طويلة الأمد. يعني نحن اليوم صحيح. بدنا وقت لنطالع الأطفال منها، فنحن مستسلم بهالموضوع بحيث أنه نحن نقدر نطالعهم. وقلت يعني نحن الفرقة لبت الدعوة، أنا كوني صحفي يعني يمكن أرصد شغلات غيري ما يقدر يرصدها بمراكز الإيواء. الخطة أنه نحن شو الشغلات يلي رصدتها أو صورتها اليوم للناس؟ هلأ بفضل أنه نحن عملنا حفلة خاصة للأطفال بمركز الإيواء، ويمكن أول مرة راح تدرسونا بالموضوع، أنه نحن لاحظت طفلة حيطها أسطرة، طفلة عمرها سنة ونص. قدينا نحن بنروح مراكز الإيواء كفرق إغاثة أو كذا ما بنلاحظ الأطفال اللي عندهم حالات خاصة، بس لأنه نحن كنا مجمعين الأطفال، فقط الأطفال، قدرنا نحن نرصد حالاتهم. فالطفلة محتاجة لعملية كانت، فلولا الحفلة اللي عملناها للأطفال والأطفال تجمعوا ما كنا نحن رح نشوف هاي الطفلة. ونشكر ربنا نحن قدرنا نأمن لها العملية
كون يعني هذا عمل انساني يضاف للعالم العمل النفسي. ودائما نحن بنقول العمل الاعلامي كان ضمن مؤسسه او جمعيه او مبادره هو من ركائز نجاح العمل اليوم حتى تقدر انت توصل هاي المبادره للناس. كميه الحب اللي عم تشتغلوا عليها اكيد مفروض يكون في فريق اعلامي عم يشتغل على الارض. خلينا نرجع لعندك شوي صونا. وقت نحن بنقول الموسيقى غذاء الروح، هذا الشيء نحن بنكون امنين فيه من الداخل لنقدر نصدره للاطفال. هل اليوم الفريق كامل يعني عنده نفس الروح عم يشتغل بنفس الحب والعطاء ونفس القناعه؟ نحن دائما مسرحيتنا لها رساله انسانيه طبعا، واغاني اللي عم بغنيهم فيهم رساله هادفه تربويه. وبهذا الرساله نحن اجتمع الفريق العمل وبحب وشغف بيشتغلوا معي، وكل البنات اللي معه كلهم متطوعين من اول اليوم لليوم. نحن 8 سنين يعني بلا مقابل نشتغل. طيب في نفقات يعني صح ما في مقابل للتطوع، اكيد اليوم هو عمل انساني، ولكن اليوم في نفقات يعني اليوم في دعم عم يصير لكم يعني ولو من مبادرات من المجتمعات الاهليه؟ كلها بجهود شخصيه. عم تشتغل بشكل فردي؟ بجهود شخصي. انا ما عندي دعم مادي، بس اكيد في عندي ايادي بيضاء بساعدوني بهالموضوع شوي. وانا بريد من هون اتشكر الاستاذ سمير كوفاتي انه هو دعم الفرقه وبلا مقابل. كل الاغاني كل شيء بتسجل عنده بالاستوديو. هذا الشيء كثير كبير، هذا خطوه كثير مهمه يعني. صحيح كثير هذا مهمه طبعا، اكيد يعني بالنهايه ايد وحده ما بتصفي، أكيد بحاجه للواحد انه يسانده ويدعمه. خلينا نروح لعندك اوهانيس، خبرنا اكثر عن الفريق المتواجد اليوم، شو عددكم، شو شروط الانتساب لهي الفرقه؟ هلا مثل ما سونا قالت الفرقه بلشت بعدد قليل، واليوم نحن عددنا اكثر من 20 متطوع بين راقص وشخصيات. ونحن هو ما في شروط قد ما في الموهبه تلعب دور. وفي بنات نحن بلشوا مع سونا من 2016 لهلا. في عمر معين يعني للانتشار؟ نحن عندنا من عمر الثلاث سنين والجامعيين، يعني نحن عندنا ناس اجوا على الفرقه كانوا طلاب هلا صاروا دكاتره. صحيح. ولساتهم مع الفرقه ولساتهم بالمبادره. كمان كانت حريصه سونا انه اعضاء الفرقه يكونوا من متضررين الحرب لما بلشنا من الحرب. مستقبلا شو بصير ما بنعرف، الطموح كبير، بس مثل ما قالت هنا جهود شخصيه عم تشتغل الفرقه عليها، فبجوز لازم دعم اكثر ليستمر هالمشروع وبافاق اوسع اكيد. اي استمرار اليوم بنجاح بعمل ما بحاجه لدعم المحيط يعني. نحن اعلاميا قد ما بتكون قادرين اليوم ندعمكم يعني، ولكن دائما بنتمنى نحن من الايادي البيضاء من المجتمعات الاهليه الدعم لكل لك اي شخص اليوم عم يمد ايده لناسه ولاهله ضمن الازمه اللي عم نعيشها. جايتكم غاليه علينا، وتحياتنا لكل اهالينا بحلب، وان شاء الله بنرجع بنشوف حلب عمرانه بشعبها وباهلها وبعمرانها يعني وبابطالها. ونحن اليوم نفسيا يعني ان شاء الله هيك بلشنا نقطع بجهودكم وجهود ناس كثير. شكرا لكم واهلا وسهلا بحضرتكم. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم، نورتونا.